بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا بكم ايها الساده مع اسئلتكم واستفساراتكم والتي نعرضها على سماحه الوالد الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات نرحب بسماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان أهلا ومرحبا الشيخ صالح حياكم الله وبارك فيكم نبدأ برسالة الأخ أبو سعد يقول أرجو من سماحة الشيخ أن يعطينا السبب في نزول سورة الانشراح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبب ذلك والله أعلم أنه تأخر نزول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بسبب أن المكان كان فيه جرو كلب لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة فلما زال هذا المانع تواصل الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن المشركين في فترة تأخر نزول الوحي فرحوا وتطاولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ما نرى ربك الا قد ودعك وقلاك وما اشبه ذلك فأنزل الله جل وعلا هاتين السورتين قال ما والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى هذا رد على ما قالت المشركين وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وأنزل قوله تعالى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ كل هذا تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم ورد على المشركين نعم بارك الله فيكم يقول السائل الشيخ صالح النفوس المطمئنه هل تكون في الدنيا والاخره وكيف تكون هذه النفوس النفوس على ثلاث درجات كما جاء في القران نفوس مطمئنه ونفوس اماره بالسوء ونفوس تارة وتارة. نعم. له الحقيقة استفسار أخير في رسالته الطويلة ومنها الاستفسار عن الآية في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الآخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم هذا في يوم القيامة. هذا في يوم القيامة فإن المؤمنين يكونون متحابين ويتجالسون على سرر متقابلين هذا إذا كانوا في الدنيا على طاعة الله وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى فإنهم يوم القيامة تبقى بقى المودة التي كانت بينهم المودة الإيمانية التي كانت بينهم في الدنيا فيلتقون ويجلسون على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون هذا ما يلقونه يوم القيامه المتحابين في الله المجتمعين على طاعه الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. ورد يا شيخ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم يمحو الله الذنب بالتوبه. يمحو الله الذنب بالتوبه. ويمحوه بالاستغفار ويمحوه بالاعمال الصالحه يبدل الله سيئاتهم حسنات نعم فضيلة الشيخ هذا يسال عن المشعر الحرام يقول ما المراد بالمشعر الحرام ارجو التفصيل في ذلك لانني قرات بان المشعر الحرام هو عرفه نعم المشعر الحرام يعني الواقع في الحرم وهو الجبل جبل مزدلفة هو جبل مزدلفة هذا المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وذلك هو المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها والدعاء فيها نعم له الفقرة الأخيرة يقول من جاء يوم عرفه ليلا ووقف بها وهو مفرد في الحج. نعم لا باس بذلك من من طلوع الشمس يوم التاسع الى طلوع الفجر يوم العيد يوم العاشر كل هذا وقت للوقوف بعرفه متى جاءها في ليل او نهار وهو محرم ووقف فيها ولو مارا بها أجزأه ذلك عن عن أجزأه ذلك عن الوقوف بعرفة أما بمزدلفة فيبيت فيها العجاج إذا انصرفوا من عرفة يبيتون فيها إلى نصف الليل على الأقل ومن جاءها بعد من جاءها بعد منتصف الليل فانه يبقى فيها الى ان نصلي الفجر فيها نعم بارك الله فيكم الشيخ صالح عباره افعل وراء حرج يوم العاشر من ذي الحجه هذه اعمال الحج التي تفعل يوم العيد افعال الحج التي تفعل يوم العيد رمي الجمره رمي جمره العقبه و الحلق او التقصير ثم بعد ذلك النزول الى الى منى، نعم. فضيلة الشيخ هذا ابو عمر يقول في الايه الكريمه في سوره آل عمران: والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. قبلها قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وأما الراسخون في العلم فيجمعون بين المتشابه والمحكم فالمتشابه يفسره المحكم ويقولون كل من عند ربنا المحكم والمتشابه والمتشابه يفسره المحكم ويوضحه نعم في دعاء القنوت يقول السائل انا ادعو فقط بالادعيه القرانيه ولا ازيد عليها هل هذا جائز هذا جائز ولكن الامر واسع ولله الحمد ولست مقصورا على الادعيه القرانيه ادعو الله بكل ما يوافق بكل ما يوافق الوجه الصحيح من الادعيه وكل ما فتح الله عليك من الادعيه نعم. يا شيخ ايضا يستفسر عن حديث ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. انا كثيرا ما ادعي ولكن تتاخر الحصول على طلبي. نعم قد يكون في تأخير الإجابة مصلحتك الله أعلم سبحانه بما يصلح العباد قد تكون المصلحة في تعجيل الإجابة وقد تكون في تأخيرها نعم فلا يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي ثم يترك الدعاء لا يستمر في الدعاء والله قريب مجيب قد يكون تأخير الإجابة إما لأن الدعاء غير صحيح واما لان الله يريد لك الخير بالتاخير، نعم. هذا يسال يا شيخ يقول من هم اولي العزم من الرسل؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم منهم؟ هو اولهم صلى الله عليه وسلم وهم خمسه مذكورون في قوله تعالى ولقد أخذنا من النبيين ميثاقا ومن ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا هؤلاء هم أهل أولو العزم المذكورون في هذه الآية نعم ما زلنا معكم أيها الأخوة والأخوات ومع استفساراتكم واسئلتكم ودائما نذكر بأن تكون هذه الأسئلة التي تبعثون بها لسماحه العلامه الشيخ صالح الفوزان مختصره ومفيده كي نتمكن ايضا من عرض مجموعه من اسئله الاخوه والاخوات رسائلكم النصيه تاتي على الرقم الذي سيظهر على الشاشه قريبا شاكرين ومقدرين لكم تجاوبكم وحرصكم على هذا البرنامج فضيله الشيخ هذا يقول حديث ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان له أجر يوم القيامة فيما معنى الحديث؟ نعم الحديث صحيح وفيه فضل الغرس غرس النخل والأشجار المثمرة التي تنفع الناس فإن الله يكتب أجرها أجر ثمرتها إذا انتفع بها وأكلت يكتب أجر ذلك لصاحبها الذي غرسها. نعم يقول يا شيخ شخص صلى عدة صلوات وعليه الشراب وهي مشققه وعلم بعد ذلك عليه اعاده الصلوات اذا كانت الشقوق واضحه يظهر الجلد من خلالها هذه غير ساتره فعليه ان ان يستبدلها وأنا أن يتوضأ وأن يعيد الصلوات التي صلاها بجوارب مشققة يظهر منها الجلد نعم إذا كان الشيخ يفسخ هذه الشراب في كل وقت ولكنه يلبسها خوفا من البرد يلبسها ما بمانع لكن إذا كانت مشققة شقوقا كبيرة يظهر منها الجلد فلا يجوز أن يمسح عليها ولا يصلي بها نعم والدي يقول يغسل الكلى يوميا آه يدخل قبل الظهر ويخرج قبيل المغرب نعم يخرج متى يدخل قبل الظهر ويخرج قبل المغرب يؤخر صلاه الظهر صليها مع العصر اذا خرج قبل غروب الشمس نعم هل شيخ هذا الحديث فيه آه اريد منك شيخ يقول ان تبينوه بان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ولا مطر هذا يؤخذ منه الجمع بين المغرب والعشاء للمطر من غير من غير عذر ولا مطر ولا سفر ولا سفر اي ما ولا مطر نعم من غير مرض ولا سفر نعم نعم هذا المراد به الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة نعم تكرار العمرة في السفرة الواحدة يا شيخ لا بأس بذلك ولكن الأفضل تكون كل عمرة بسفر مستقل نعم هذا يسأل عن يا شيخ حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء نعم إن الله قضى ذلك الدعاء من القضاء نعم ما زلنا مع الأسئلة والاستفسارات التي وصلت باسم الشيخ الأخ أبو بسام يقول المراد بالتغني بالقرآن وإذا كان الإنسان يقرأ بدون ترتيل هل يؤجر؟ تغني بالقرآن تزيين الصوت تزيين الصوت بالقرآن وعدم السرعة في القراءة يكون بترتيل يجتهد المسلم في تلاوته للقرآن يحسن صوته يرتل القرآن يتدبر القرآن هذا المطلوب نعم عبارة الشيخ دائما نسمعها وهي عبارة معلوم من الدين بالضرورة يعني قطعا معلوم من الدين بالضرورة بالجزم والقطع نعم يقول الشجر الملعونة بالقرآن أريد أن تبين هذه الآية يا شيخ الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم شجرة الزقوم فإنها تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين وهي طعام الكفار في النار والعياذ بالله نعم الاخ ابو ابراهيم ارسل بمجموعه من الاسئله عن ما ياتي، اولا يقول كلمه نزول القران منجما، ما معنى ذلك يا شيخ؟ منجما يعني مفرقا حسب الوقائع مفرقا على حسب الوقائع والنوازل ولم ينزل جمله واحده نعم نزل جمله واحده الى السماء الدنيا الى بيت العزه في السماء الدنيا ثم نزل من بيت العزه مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والنوازل، نعم. له الفقره الثانيه في سؤاله عن القران يقول ايهما اكثر نزولا من القران في مكه او المدينه؟ الظاهر والله اعلم ان نزوله في المدينه اكثر. والمراد بالمدني والمكي، المكي ما نزل في مكه او ما نزل قبل الهجره، يقولون ما نزل قبل الهجره فهو مكي، وما نزل بعد الهجره فهو مدني. نعم. يقول شيخ محبه الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته هل هي في منزله واحده او تختلف من صحابي الى صحابي؟ لا شك ان أن الصحابة يتفاضلون في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم فأحبهم إليه أبو بكر الصديق ثم عمر ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم بقية الصحابة نعم بارك الله فيكم آه هذا سائل يقول في الآية الكريمة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه نعم معنى هذا الوعد بأن وهذا فيه فضل الصدقة والنذر في طاعة الله ما أنفقتم من نفقة يعني في طاعة الله أو نذرتم من نذر يعني نذر تبرر نذر طاعة فإن الله يعلم وهذا فيه فضل النذر في طاعة الله وفضل الصدقة والنفقة في طاعة الله عز وجل نعم الاخ ابو علي ارسل بسؤال يقول فيه الشيخ صالح بماذا تدرك الجمعه وان فاتت الشخص الصلاه ولم يلحق الا على التشهد الاخير الجمعه تدرك بادراك ركعه واذا جاء بعد رفع الامام راسه من الركعه الثانيه من الركعه الاخيره فانه يكبر مع الامام ويتابعه فيما بقي يحصل على أجر المتابعة ولكنه يصليها أربعا ينويها ظهرا ويصليها أربعا نعم بارك الله فيكم الشيخ صالح من عليه قضاء من رمضان وجاءت الأيام الفاضلة كالست من شوال ويوم عرفة والاثنين والخميس بأيهما يبدأ يبدأ بالموقت الذي يفوت وقته واما القضاء فانه موسع والحمد لله ما بين الرمضانين كل وقت للقضاء فوقته موسع نعم يقول قرات بان خير الدعاء هو دعاء يوم عرفه فما هو هذا الدعاء لانني سوف احج حجه العمر الدعاء مفتوح لك تدعو بما ورد في الكتاب والسنه وبحاجتك وخذ معك منسكا مختصرا مناسك الحج وفيه الأدعية وفي منسك الشيخ ابن باز رحمه الله في آخره أدعه أدعية مختارة اختارها رحمه الله ترجع إليها نعم يقول شيخ صلوا كما رأيتموني أصلي وكذلك عبارة خذوا عني مناسككم إيه نعم معناه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الحج مناسك الحج فتؤدى الصلاة كما ثبتت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وتؤخذ مناسك الحج كذلك مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر به نعم آه يقول هذا السائل آه نحن من المقيمين في جدة ونأخذ أنا وزوجتي وولدي الصبي العمرة ويحرم معنا هذا الصبي عمره سبع سنوات فضيلة الشيخ ولكن قد بين الفينة والأخرى يصيبه عارض فيلبس ثوبة أو يلبس الفنيلة والسروال لا لم لا يكمل العمرة مثلنا لا إذا أحرم بها فوالده ملزم بأن يأخذه ومعه ويؤدي العمره مثل الكبير ولا يتركه يعني يترك العمره وهو محرم بها ما يدري هو ما يدري الصبي ما يدري فوالده هو المسؤول عنه نعم طيب يا شيخ لو مثلا منعوه من الاحرام لانهم يتكرر يتكرر عمرتهم بين الفينه والاخرى فهل فضيلة الشيخ يعني يخلونها محرم معهم أو يمنعونه من الإحرام إذا كان فيه مشقة ولا يتمكنون من أخذه معهم للطواف والسعي فإنه لا يحرم لا يحرم لأنه لم يبلغ وهو يكلفهم فلا يتركونه يحرم ولا يامرونه بالاحرام. نعم. جزاك الله خير يا هل على الراتب زكاه لانني موظف في بدايه عمري واجمع هذا الراتب في البنك فضيله الشيخ؟ نعم اذا بلغ النصاب فاكثر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاه ولو كان مجموعه من الراتب او من الاجورات او من غير ذلك. نعم. التحدث بالنعم كما ذكر في الآية الكريمة وأما بنعمة ربك فحدث كيف يكون بذكرها يذكر النعمة ويقول تفضل الله علي بالطعام والشراب والكسوة والمال نعم يذكرها باسمها ليشكر الله عليها والشكر له ثلاثة أركان شكر النعمة تحدث بها ظاهراً والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ يقول هذا لي عمة عبدة صالحة توفيت منذ سنوات وليس لها ذرية لا بنات ولا أولاد وأشوفها كثيرا في المنام يا فضيلة الشيخ هل أتصدق عنها؟ ماذا أعمل لها؟ ادعو لها وتصدق عنها وخج عنها واعتمر عنها كل اعمال وادعو لها نعم. ما المراد بالدعاء أو حديث الدعاء هو العباده او الدعاء الدعاء هو مخ العباده؟ مخ لم يثبت لك الدعاء هو العباده بمعنى انه هو اعظم انواعها اعظم انواعها مثل قوله صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج الحج عرفه. يعني الوقوف بعرفه اعظم مناسك الحج الوقوف بعرفه نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ في الآية الكريمة: إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني واضح الحسنات إذا تقبلها الله فإن الله يبدلها، السيئات يبدلها حسنات. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كان الله غفورا رحيما. نعم. تسأل الاخت تقول عندي الماس وقطع فضه ورثتها من امي وموجوده عندي في البيت هل عليها زكاه وما راجع في ذلك نعم عليها زكاه اذا بلغت النصاب بلغت النصاب وحال عليها الحول فانها تزكيها تخرج ما يقابل ربع العشر منها نعم فضيلة الشيخ يسال الاخ ابو خالد عن كتاب التوحيد وافضل ما كتب في ذلك ماجورين من الشرح المبسط. شرح كتاب التوحيد الحمد لله له شروح كثيرة. من افضلها واشملها فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وهو مختصر من كتاب تيسير العزيز الحميد الذي توفي الشيخ سليمان رحمه الله ولم يكمله فكمله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا يسأل ويقول ما حكم صيام يوم العيد لمن عليه قضاء حرام صوم يوم العيد لا يجوز ولا يصح أيضا لا يجوز ولا يصح لو صامه لا يصام يوم العيد نعم هذا يسال يا شيخ عن الصحيح في قضاء الوتر ما ما الصحيح في ذلك مأجورين؟ يستحب بس يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الوتر من الليل قضاه في النهار مع شفعه نعم يسأل عن صحة حديث يا شيخ لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيل نعم الحديث صحيح وركعتا الفجر هما أكد الرواتب التي مع الصلوات ولا تترك لا حضرا ولا سفرا نعم بالنسبة للمرأة إذا كانت الشيخ صالح مشغولة في منزلها وفي المطبخ وهي تؤخر صلاة العشاء إلى قبيل الساعة الثانية عشرة. لا بأس بذلك إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل لا بأس بذلك كل ما تأخرت كان أفضل. نعم. عندي تقول أختي تتشاءم الحقيقة من بعض الشهور وبعض الأيام وذكرت أن هذا يقدح في عقيدتها فما حكم التشاؤم من بعض الأيام؟ لا يجوز التشاؤم. انما المطلوب التفاؤل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل والتشاؤم هذا من الطيره والطيره شرك لا يجوز. نعم. نذكر بجهود رجال امننا البواسل في الداخل والخارج وهم على الثغور وندعو لهم ونقول لكم جزاكم الله عنا وعن امه الاسلام خير الجزاء على ما تبذلون من جهود مباركه في حماية بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية ونتمنى لكم التوفيق والسداد. شكرا لسماحة والدنا العلامة الشيخ صالح الفوزان على تفضله بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج فتاوى. أشكر فريق العمل من الإدارة الدينية ومن المعدين والمخرجين والمصورين وأنقل لكم تحيات زميلي سلطان العتيبي الذي أخرج هذه الحلقة. اما انا فاقول لكم استمروا في طاعه الله عز وجل فالسعاده كلها في طاعته عز وجل والسلام عليكم ورحمته وبركاته